هنستكمل مع بعض اللي بدأناه في الفيديوهات السابقة. عاوزين ندمج الشهادة اللي احنا عملناها مع الـ Unsigned App بتاعنا. أنا محضر لكم هنا الأمر اهو، اللي هو الأمر الثالث، اللي هو Using Jar Signer Tool. هناخده Copy وبعدين نحطه في الـ Command Prompt اللي احنا داخلينه كـ Administrator. هيطلب منك تدخل الباسورد تاني، فهندخلها اهو كده. اهو كده هو عمل لك الدمج. طبعا بيديك تحذير، بيقول لك ان اليوزر مش هيبقى قادر على استعمال التطبيق دوت بعد تاريخ 14/2/2044. طبعا يعني ده تاريخ بعيد جدا، بعد 28 سنة، فما فيش مشكلة يعني. هنقفل الكوماند برومبت. كده الابليكيشن سايند، يعني كده النسخه دي خلاص كده بقت سايند. النسخه اللي هي مكتوب عليها اندرويد ريليز ان سايند دي كده خلاص بقت سايند. تمام، هنعمل ايه بقى؟ هناخد النسخه دي، مش محتاجين بقى خلاص الشهاده دلوقتي، الشهاده خلاص اندمجت جوه التطبيق بتاعنا. فهناخد التطبيق بتاعنا، هنقول له كوبي ونحطه فين؟ هنفتح ماي كمبيوتر، ندخل على السي، هندخل على الاندرويد اس دي كي، وهندور على البيلد تولز، ندخل عليها وبعدين ندخل على احدث حاجه في البيلد تولز اللي هي بتاعت الاندرويد 7 نوجا. نتاكد ان انت عندك تحت حاجه اسمها زيب الاين. تمام، لو طلعت موجودة هتحط التطبيق بتاعك هنا، هتعمل بيست كده، التطبيق بتاعك بقى موجود في هذا الفولدر. ازاي نستخدم الزيب الاين تول؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو الجاي.